بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله تالله عبد الله وكفى بالله شهيدا نار الله الموقدة اعبدوا الله واتقوه وقوموا لله قانتين واتقوا الله ربكم لا تشرك بالله قل الله يحييكم واظهره الله عليه لا قوه الا بالله اتقوا الله واطيعوني والله خير الرازقين فمن الله عليكم والله شكور حليم حتى تؤمنوا بالله ويكون الدين لله والله ولي المتقين وتلك حدود الله وضرب الله مثلا واستغفر لهم الله. ان الامر كله لله رضي الله عنهم والله غني حميد الذي يؤمن بالله ان الله بالغ امره فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ يقول سفيهنا على الله شططا ان الله هو الرزاق ذو القوه فقال لهم رسول الله ناقه الله وان الله لا يضيع اجر المحسنين ان ذلك على الله يسير يسمع ايات الله تتلى عليه إن افتريته فلا تملكون لي من الله أن يحيي هذه الله بعد موتها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. قد سمع الله قول التي تجادلك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا نون قال مغفرة أنهم مناقوا ربهم فإن لكم ما سألتم ولهم مقامع من حديد ولكم ما كسبتم ومنهم من اغرقنا انهم مسئولون فهم معرضون انا معكم مستمعون فاذا هم مبلسون أفرأيتم ما تدعون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرصون حميم ألف لام ياسين